تعرفك تقرأي في المصحف من غير كتب تجويد، تعرفي ايه عن المد المنفصل؟ المد المنفصل من اسمه كده عرفت ان حاجه انفصلت عن حاجه. طب ايه الحاجه؟ يبقى الحاجه الاولى اللي هي حرف المد، الحاجه الثانيه هو سبب المد وهي الهمزه. طب ازاي انفصلوا عن بعض؟ انفصلوا عن بعض ان كل واحده جت في كلمه، حرف المد هيجي في اخر الكلمه الاولى، وبعدين سبب المد اللي هي الهمزه هتيجي في اول الكلمه الثانيه. يعني اول المد هيكون اول الكلمه هتكون الحرف المد، حرف المد في اخر الكلمه الاولى. زي بقول ايه؟ بماء، وهبص على الكلمه الثانيه هلاقي اولها همزه، يبقى ادي الكلمه الاولى بماء والكلمه الثانيه اولها همزه اللي هي انزل. اخر الكلمه الاولى هيكون واو، والهمزه جايه في اول الكلمه اللي بعدها. زي ايه؟ قالوا انؤمن. اخر الكلمه الاولى هتكون الياء، والاول الكلمه الثانيه هتكون الهمزه، يبقى ايه؟ وفي انفسكم. المد المنفصل جائز المد. يعني ايه جائز المد؟ يعني يجوز امده ويجوز لا امده حسب الروايه. حفص عن عاصم بيقرأ المد المنفصل 4 أو 5 حركات. عايز اقول لك حفص عن عاصم بيقرأها من طريق الشاطبية، لكن له في طرق تانية المد المنفصل بيمده 2 حركات. يبقى اجماع القراء في المد المنفصل 2 4 5. خلي بالك عشان في قراء تانيين بيقرأوا المد المنفصل بالإشباع، وكل مددهم بالإشباع 6 حركات. خليكي فاكرة المد المنفصل جائز المد، يعني جواز مده وجواز قصره. المرة الجاية هقولك نوع مد جديد.